ادعى كسرى أنه تقبل رفض النعمان بن المنذر له بصدر الرحب، ثم دعاه لزيارته، فوافق النعمان على تلبية الدعوة، إلا أنه لم يأمن كيد كسرى، فأودع أهله وسلاحه عند هاني ابن مسعود الشيباني زعيم قبيلة بني شيبان. حبس كسرى الملك النعمان عنده حتى مات، فأفزع موته قبيلته وأهله، ومنهم هند بنت النعمان بن المنذر التي راحت تجوب البيداء باحثة عمن يؤويها ويحميها من بطش كسرى الذي أرسل في بلاد العرب يطلب تسليم أهل النعمان وسلاحه، ويحذر كل من يأوي هند بنت النعمان. وقد نظمت هند في ذلك تقول: موتي بعيد أبيك كيف حياتنا، والموت فهو لكل حي مرصد، يا نفس موتي حسرة واسقني